الناس في كم طالب النهارده راحوا المدرسه علشان الناس تعرف بس حجم الحكايه، لانه في ناس قال لك لا العدد كبير اللي ما فيهاش اجراءات احترازيه مش 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 بعاد قوي، عشان بس الناس تعرف التحدي عامل ازاي. لا النهارده السبت اللي بيشتغلوا يوم السبت 12 محافظه من ال 27، يعني ما عنديش رقم بالظبط بس لو خدتها يعني بالنسبه للتناسب يعني اقل شويه من النص 45% بنتكلم في 11 12 مليون. فدول اللي راحوا النهارده، ولكن هذا الرقم برضو مش هيبقى دقيق قوي لان احنا عاملين جداول تبادليه، فمش مش مش حضور نظامي. يعني في مدارس دلوقتي هتشتغل 2 و4 وفي مدارس هتشتغل وهكذا، فالارقام مختلفه عن السنين اللي احنا بنتابع ده كله. دلوقتي عندنا 60,000 جدول مختلف، فبنحاول نشوف الحضور نسب الحضور كل يوم قد ايه. وعملنا رقم كول سنتر، يعني في رقم اعلناه امبارح، انا حطيت شريط فيديو يمكن اكتر من نص ساعه فيه تفاصيل كثيره جدا جدا، من ضمنها رقم للشكاوي علشان الناس تتصل عليه، ووراه يمكن اكتر من 200 موظف بيشتغلوا على مدار الساعه عشان اي شكوى في اي نقطه تجينا ونتعامل معاها على طول.